طيب بما اننا بنتكلم عن علي لطفي، كان هناك احتفاليه من لعيبه النادي الاهلي وكلمه لعلي لطفي، خلينا نطلع نشوف ايه اللي حصل ونرجع نكمل. بشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ان هم ادوني الفرصه دي ان انا اكون موجود داخل النادي الاهلي، وزي ما حضرتك قلت كابتن سيد 6 سنين هم عدوا بسرعه بس عدوا بحاجات كويسه كتير جدا، وبتمنى طبعا للفرقه التوفيق الفتره الجايه، وبشكر طبعا جهاز الفني بطريقه مستقبله، واحب اشكر طبعا جدا كابتن سيد لانه من اول يوم دخلت في النادي واقف معايا بشكل كبير جدا من داخل النادي، فبحب اشكره واشكر كل زمايلي طبعا اللي انا كنت بعتبرهم فعلا اكتر من اخواتي اللي احنا قضينا مع بعض ايام جميله جدا، وبحب اشكرهم واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. كلام كويس جدا الحقيقه وكلام محترم. عمرو لفت نظري، وحتى سمير هو بيكلمني دلوقتي بيقول لي بص كولر واقف فين، بياخد باله من تفاصيل كتيره جدا، عايز يشوف كل الناس بتعمل ايه وكل الناس بتقول ايه، واعتقد ده سبب نجاح كبير لكولر. هات لي لقطات تانيه لو سمحت. اسمح لي، لا حاجه مميزه جدا اللي هو في اوضه اللبس يبقى كله بيحب بعضه. انا بس عايز اقول لك شفت مستر كولر واقف ازاي؟ هو مش عايز ياخد اللقطه، بالعكس هو سايبه يتكلم براحته، سايبه بعيد خالص، بس واقف ورا عشان يقول له انا موجود، يعني في ظهرك، يعني مثلا هو واقف ورا اللي هو يخليه يتكلم، حتى علي هتلاقيه باصص له هو بيتكلم، فاللي هو اتكلم براحتك وانا موجود في ظهرك، وانا اي حد لعيب هيمشي من النادي الاهلي او 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 اي حاجه انا في ظهرك وبسمع الكلام، وتلاقيه مهتم جدا، وفي الاخر لما يجي ينده على علي هتلاقيه بيسقف. لا بصراحه حركه جامده جدا اللي هو المدير الفني بتاع النادي الاهلي واقف ازاي ورا وبيسمعه ومركز في كل كلمه، فحاجه محترمه جدا، وده اللي اتعودنا عليه في النادي الاهلي، وده حاجه جامده جدا. كمان اي لعيب بيمشي دلوقتي بتعمل له تكريم على اعلى مستوى، شوف كابتن صلاح ازاي بيحضنه، بيحضنه بقلب، يعني بيحضنه بحب، يعني اللي هو فعلا زعلانين اللي علي مشي، قعد 6 سنين ما عملش مشكله واحده، قعد 6 سنين موجود في النادي الاهلي، كل النادي الاهلي بيطلبه في اي ماتش، بصراحه بيثبت اللي هو جون كبير، بيثبت اللي هو لعيب على اعلى مستوى، جون النادي الاهلي فعلا مع الشناوي طبعا ومع مصطفى شوبير وحمزه علاء دلوقتي. فبصراحه ده اللي نتعلمه لاوضه اللبس، كل اللعيبه ازاي مبسوطه، وكل اللعيبه ازاي بتحييه، وكل اللعيبه تحس ان هو واحد منهم، هو مشي من النادي الاهلي وراح زد، بس تحس هو واحد منهم، واحد واخد بطولات، يعني حاجه جميله. شوف الشناوي ازاي بيسلم عليه، برده بيسلم عليه بحب، يعني طبعا. مش سلام وخلاص، يعني باين قوي كابتن اسلام اللي هو ده روح النادي الاهلي، دي البطولات. هو الشناوي كتب كلمتين على التويتر الحقيقه، قال لك كتف في كتف بقالنا 6 سنين، يعني بصراحه حاجه محترمه جدا.